مستر زين، شفت عملوا فيها ايه؟ دول كانوا هيموتوني يا مستر زياد. يا ريتهم كانوا موتوكي وخلصوني منك. الله يخرب بيتك على بيت اللي جابك يا بنت الغبية. أنا قلت لك إيه؟ تلم هدومك بدري وتغوري في 60 دقيقة. لو كنت عملتي كده ما كانش حصل اللي حصل. أنت ضيعتيني، عارفة ليه ضيعتيني؟ وناس عرفني إن هما مراقبيني وعرفوا كمان بحكاية القهوة. أول مرة حسبها غلط. طول عمري ببقى عارف هي بتفكر إزاي، هتعمل إيه، ناوية على إيه، هي اللي في دماغها. مراتي في حاجة غلط، في حاجة غلط. بس مش مني والله العظيم، ده في حد مفطمها. نفسي بقى أعرف مين اللي مفطمها. مين اللي مفطمها يا بنت الكلب؟ هي نسرين. ايوه نسرين، عشان السواد اللي جواها. هي نسرين يا بنت الكلب. كل ده عشان قلتلك ان ابني في بطنها يا بنت الكلب. على فكره يا مستر زياد، انا شفت في الحمام عندها دواء ما تاخدوش غير واحده مسقطه اللي في بطنها. بقول لك فريده نزلت اللي بطها امتى؟ قلت لك معرفش. ما تستفزنيش، انت عارفاني كويس. هتقول لي طبعا عارفاك، وبعدين فريده ما هي عندك، ما تروح تسال. انا عارف انها نزلت، بس انا بقى عايز اعرف اليوم اللي استغفرتني فيه وجات لك ونزلته. مش فاكره. يعني نزلته؟ نزلته؟ كنت متأكد إنها يوم ما تفكر تعمل كده مش هتلاقي أوسخ منك عشان تجيله. ليه تاني مرة بتعمليها معايا؟ ليه تاني مرة؟ أنت إيه؟ أنت عارفة الدكاترة اللي زيك تعاليلي هنا لازم يجمعوهم في ميدان عام ويتعدموا. نزل إيدك، أنا هطلب لك البوليس حالا. تفو. الو، ايوه فريده. ايوه يا منى. منى ما تقلقيش، صدقيني مش هتفرق كتير. انا كنت عارفه انه هيعرف يوم الايام. ايوه، لكن انت ناويه على ايه دلوقت؟ ناويه اعمل حاجات كتير قوي، بس كل حاجه في وقتها. يا زيد انت كده هتجنني. انت تتكلم كويس بدل ما اديك على وشك في وسط المكان. ما هو انت اللي كل يوم برايي. انت تنفذ اللي انا بقول عليه وبس. بس انا من حق افهم. الصبح تقولي اتجوزها وبالليل تقولي لا. انت تنفذ اللي انا بقول عليه وبس. انا مش ناقصك، انا فعلا مكفيني. امسك، خد دول. يلا يلا. على فين؟ مطرح ما جيت. بس انا عايز اعرف انت ليه غيرت رايك. انا حر. بس انا رتبت نفسي على الجواز وكده. ايه استحميت يعني؟ انت مجنون يا لا. انا رجعت البيت وقلت للناس ان انا رجعت من الكويت. ابن الغبيه. طب انا اعمل ايه؟ مش انت اللي قلت لي انت تقوم دلوقتي حالا تنزل في اي زفت اوتيل، سامعني؟ تاني انت تنفذ اللي انا بقول عليه بالحرف، سامعني؟ يلا غور. الحساب لو سمحت. امسك يا ريتشارد. احنا في الخدمه يا دكتوره. انا متشكره قوي. بس ايه رايك؟ كل حاجه اتظبطت زي ما اتفقنا مع بعض.
انا ما كنتش واثقه فيك ما كنتش قلت لك. ربنا يديم المعروف يا دكتور، بس في شويه دولارات وريالات صدروا في الشقه، وفي بنت طلبت فلوس اكتر من كنا متفقين مع بعض عليهم. ما تقلقش، اللي معاك ده هيكفيك وزياده كمان. ما تحرمش يا دكتور، تمرنيش بحاجه ثاني؟ هحتاجك قريب ان شاء الله، بس بيقول لي قبلها بفتره عشان خاطر احنا داخلين على موسم انتخابات ونبقى مشغولين قوي. عرفتي بقى ان الحكايه بسيطه جدا، ابسط مما تتخيلي. اقول لك هاتي لي الدوسيه ده يا نوران، تجيبي لي الدوسيه ده. اتصلي لي بفلان يا نوران، تتصلي لي بفلان. ثبتي فلان يا نوران، على ما اخلص الشغلانه اللي في ايدي تثبتي فلان. التثبيت ده لعبتي، هوايتي من زمان. الله، احلى حاجه في الدنيا ان الواحد هوايته تبقى هي شغلته. يلا بقى قمر، وريني هتمارسي هوايتك بحريه ازاي. اه قلت لي هتديني رقم تليفون غيم عشان اشوفها كانت ممشيه الشغل هنا ازاي. اه هطلبها لك، بس هي اصلها دلوقتي عقبال عملتك عايشه في لندن. لندن مره واحده؟ اه اصلها بنت اللذينة ثبتت شريكي وعلقيته على الحيطه بمسمارين، مع ان الصراحه ما تجيش فيكي حاجه، بس اهو حظوظ البنت بقت مرات شريكي. هو انت عندك شريك تاني؟ شريك واحد، انا شركه مساهمه، يعني عندي 1000 2000 شريك، اللي في بيروت، اللي في دبي، اللي في السعوديه. وانت وشطارتك بقى. لا بالحق، عندك باسبور؟ ومليان تاشيرات وحياتك. صحيح، اللي يصبر نقول. انا حاسس ان ربنا عوضني عن ريم وعوضني جامد قوي. اتكل على الله. ايوه حاج راشد. اه يا حبيبي، جاهز وكله تمام. بتقول ايه؟ رفعت الطبق تاني؟ لا دي كده هتبقى سابقة، اول مره يبقى فيه عضو مجلس شعب مكسح ينجح بأمارة ايه. ينجح ومين قال لك ان احنا هنسمح انه ينجح اصلا؟ قال ينجح قال على جثتي يا حاج، على جثتي ان رفعت الطبقي يبقى عضو مجلس زي زيه. طمنيني يا دكتوره. اتفضل. لا اطمن، موضوع الارض خلاص اتحل الحمد لله اخيرا. عاطف جوهر خلاص مش هيضايقك بعد كده، لا ليه دعوه بيك ولا حتى بارضك. انا مالي بعاطف جوهر؟ مشكلتي مع الحكومه، ده المفروض يستلموا الارض، طلبت منهم مهله عشان الم. لا 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 لا، ما هي المهله ان شاء الله هتطول شويتين، ده وافقوا على شهر بالعافيه. طب ايه رايك بقى ان انا لسه قافله تليفون مع عاطف جوهر وقلت له يدخل عطيه عهدي في الليله. عطيه عهدي؟ ما حدش هيقدر يقول لك بام بعد كده. طب ايه اللي يخلي عاطف جوهر يعمل كده؟ اقصد ايه اللي يخليه يدخل عطيه عهدي في موضوع يخصني؟ ده يتمنى لي الموت. ثم هو يعرف عطيه عهدي منين؟ دول كده 6 اسئله. والله انا اللي يهمني في الموضوع ده كله وفي القصه دي كلها الارض. لا ما تقلقش، ارضك معاك ان شاء الله، ما حدش هيعرف ياخدها منك. متاكده؟ طبعا متاكده. تبقى ماسكه عليه زله حاجه زي كده. اموت واعرف. ما تخليك في الارض، سيبك من عاطف جوهر. ما تخلينا في الاثنين. يا ده انت طماع قوي يا حبيبي، بس انا بقى مش هبخل عليك، هقول لك وبالمستندات. بس أنا عايزة منك خدمة صغيرة. أنا عملت لك خاطر وجيت لك لحد عندك. خير يا حبيبي؟ خير إزاي؟ المدام ما بتردش عليا. بص يا زياد بيه، أنا لما جيت لي مكتبي وطلبت مني ألحقها في النيابة وأقول إنها مش المحامية بتاعتي وافقتك، وساعتها لو تفتكر قلت لي إن موضوع الأرض هيتحل. وما اتحلش لحد دلوقتي ولا ايه؟ يعني حضرتك ما تعرفش؟ ده انا واخد كلمه منك ولا بلعتها؟ بلعتهاش يعني، بس يعني بس ايه؟ شويه يا حبيبي، الحقيقه انا ما بتدخلش في شغلها خالص. ولما جيتني وخدتني عشان اطلعها من الورطه اللي كانت فيها، ما كانش ده برضو شغلها؟ طب ما اتكلمها تاني.
بقول لك ما بتردش، والناس اللي في مكتبها مش فاهمين حاجة. الأرض هتضيع كده، أنا قدامي مهلة شهر واحد والأرض تتسحب مني. مش ده جزاتي بعد ما وقفت جنبها ودفعت الفلوس دي كلها إني يتعمل فيا كده؟ مش عارف أقول لك إيه يعني يا سي. يعني طب أنت رأيك إيه يا حبيبي؟ ناوي تعمل إيه؟ شايف إنك ما تزعلش مني لما آخد إجراء ضدها لو ما وقفتش جنبي وحلت لي المشكلة دي. لا دي فلوسك وأرضك، أنت أضرب مصلحتك. ماشي، أنا جيت لك عشان نتكلم راجل لراجل. عن إذنك يحيى بيه. طب ما تشرب قهوتك الأول. ولا قهوة ولا شاي، الواحد ما بقاش ليه نفسه لأي حاجة. عايزك بس تستهدى بالله كده، تشرب القهوة وإن شاء الله كل حاجة هتتحل. اتفضل اشرب يا باشا. مامي أنا كنت عايزة أتكلم مع حضرتك في حاجة. بعدين يا سلمى، هبقى أتكلم معاكي وأفهمك على كل حاجة. لا يا مامي، لازم أفهم كل حاجة ودلوقتي. الكلام اللي أنا سمعته ده كان كلام بجد ولا كلام بس اتقال وقت نرفزة؟ زياد فعلا هو اللي قتل كريم؟